نار باردة. اجتمع الناس وقالوا ماذا نفعل؟ إن إبراهيم كسر الأصنام وأهان الآلهة. وسأل الناس ما عقاب إبراهيم؟ ما جزاء إبراهيم؟ كان الجواب: حرقوه وانصروا آلهتكم. وهكذا كان. أوقدوا نارا وألقوا فيها إبراهيم، ولكن الله نصر إبراهيم وقال للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا كان، كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ورأى الناس أن النار لا تضر إبراهيم، ورأى الناس أن إبراهيم مسرور، ودهش الناس وتحيروا.